اجي اخوه تهضر معنا اجي اخوه باش تهضر معنا حتى انت هو راجي اجي حدايا اجي حدايا هيدا خدك تليفون الدراري هيدو تليفون الدراري إذن مشاهدي قناة شوف تيفي سعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملا تحية طيبة عطرة أزف بها لكل من يشاهدون الآن في هذا المباشر فيما كنتم كتابعون من طبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. كانت توجد الآن بقلب حي الرميلة بمدينة بني ملا يعني الساكنة ديال هذا الحي هذا كتشتكي من صاحب منزل كيربي يعني مجموعة من الكلاب يعني يعني هذا الشيء خلى يعني مجموعة من الروائح النتنة تنبعث من هذا المكان هذا كيف كتشوفوا أن المكان يعني فيه في 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 مجموعه من الازبال يعني غادي نصادفوا واحد من الساكنه من طبيعه الحال اللي غادي يوضح لنا مجموعه من الامور اللي غادي نسمعوا ليهم يعني ويقولوا لنا شنو المشكل اللي عندهم. قالوا علينا شي حاجه خويا بدايه شنو المشكل اللي عندهم؟ السلام عليكم اولا مبارك عواشركم خويا. بالنسبه للساكنه ديال الحي الرميله تقريبا دابا هذه راه سنه والساكنه ديال الحي الرميله كتعاني من هذا المشكل ديال كما تتشوفوا الازبال وسراق الزيت محل ديال البيع والشراء اللي الدوله اللي عطيها رخصه باش يتفتح وتمارس فيه المهام ديالها مسدود ما عرفناش جينا ما عرفناش شنو دار في القفل باش المحل ما يتحلش وكما تتشوفوا سراق الزيت ها انت الاخ انت سراق الزيت الازبال حنا مضرين بزاف وللذكر ان الساكنه حي الرميله قدمتوا شكايات عده مرات ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. انا شخصيا كنت مشيت عند السيده القائده مساء صباحا تدوز لا من يعير اهتمام لهذا المشكل هذا. السيد القائد اللي التحق حاليا اللي ماسك الملحقه الاداريه الاولى كوره صباحا مساء تيدوز اللهم ان هذا منكر اللهم ان هذا منكر. وزياده على هذا من السيد رئيس جماعه بني ملال والموضوع حول رفع الضرار المرجع شكايتكم عدد بتاريخ 9/3/2020 سلام كان بوجود مولانا الامام وبعد تبع الموضوع والمرجع المشار اليهما اعلاه والمتعلقين بالشكايه التي تقدمتم بها لدى المصالح الجماعيه من اجل رفع الضرر اللاحق بكم من طرف جاركم السيد الطاهر عبد الرحيم الساكن لا غنذكر الاسم ديالو تنتحمل المسؤوليه ديالي بكامل القوه العقليه تفاديا لمجموعه من المشاكل بدون ذكر الاسماء فقط حنا ذكرنا اسم الحي يعني شرنا ليه هو معروف يعني هزوج قرب الملحقه الاداريه الاولى قرب مدرسه واد المخازين حي زوين جميل نقي وما ما فهمنا ما بغيت غير نفهم انا بغيت غير نفهم هاد الناس هادو اللي مضرين اللي جاو ومشاو صباح وفي العشيه كيشوفوا هاد الشيء وهذه من احد المتضررين. شنو الضرر اللي كاين؟ شنو الضرر اللي عندكم؟ الضرر عندنا ديال الزبل ديال الوسخ حشاك ديال الزبل سرق زيد داخل يطال داخل يطوبه داخل يطار ودابا كيهضر كيقول لك ما قضيتو والو. مشينا للباشا انا مشيت الرئيس مشيت القائده مشيت القيد ما دي ما درنا كاينه كلاب كاينه مربي الكلاب ولا شي مربي الكلاب مربي الكلاب مربي تيمشي حاجه كيجيب الزبل ويحط لنا تما ويعرينا باش نتبعوا باش نشموا حنا الريحه في المركوش هنا راه ما يلنا منكر هذا راه الظلمة هذه ما يلنا منكر والله شوف 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 ما منكر هذه راه الظلمة هذه وما يلنا منكر ما يلنا منكر الظلمة هذه راه الظلمة الظلمة في النهار شنو 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 الرساله ديالكم انا تنطلبوا تنطلبوا منهم يحيدوا لنا الزبل يحيدوا راه حشومه راه عيد هادشي راه حشومه راه حشومه وشوف والمحل مسدود راه حشومه راه الظلمه هذه راه الظلمه الظلمه ما يلنا منكر هذا ما يلنا منكر الظلمه ما يلنا منكر ما يلنا منكر ما يلنا منكر شاور لي يا خويا ديال القفل صاحبي انت انت اخويا كما كتشوفوا محل تجاري وكيتخلص الضرائب محل تجاري وتتخلص الضريبه ديالو ونظافه ديالو وعام هو مسدود علاش لحقاش هذا داير لنا الاسباب الا حليت لكم دابا المحل غتلقاو عامر سراق الزيت
دابا كنهضر انا تفوت ما خديتو والو، ما خديتو مدرسه ما خديتو والو، اش نضربوه نقتلوه؟ هذا دابا ديما هذا بالله ديما العام كله هو تيبني، العام كامل هو تيبني، العام كامل. هاني شوف هنا شوف هنا العام زياده تيجمع الاسباب، راه حنا صدين شراج منها، راه الدار من اللي راه الوالده كاع مريضه، الروائح حنا كتنباع اكثر من الروائح الكريهه هذه، راه اكثر من شنا كسير كترش الريحه دابا شنو خويا؟ كما انا كما تشوف انت هز معايا القرعه ديال الريحه ها هي، علاش الريحه كريهه بزاف؟ انا دابا شي انا غادي نخدم في واحد الخدمه اللي تنشوف فيها شي عجب بزاف، والخدمه بزاف، ولاني بحال هاد الروائح هادو ما قدرتش عليهم، دارش ان شرطنا دابا حاشاكم تقيد عليها، راه عايب وعار. وكما غنقول لكم باش تعرفوا بان الناس ديال حي الرميله هما الموضوع شكايه امتى؟ بدون ذكر الاسماء، بدون ذكر الاسماء، في 14/11/2019/2020، حنا في 2021، في ظل جائحة كورونا، فضل الناس تهافت على اللقاح، ما فهمتش انا هاد الناس هادو، لا من يهتم اعتراض. السؤال سيدي واش هادشي تسبب لكم شي مشاكل صحية؟ بيان سور كاينة، علاش؟ لأن كاين عندنا جيراننا، كاينين، أنا عندي جدة ديالي مريضة، الجار ديالنا الآخر يلا دير أوبيراسيون، ما الآخر خاصو لافونتولين، إلا ما دارش الفونتولين ما يتنفس. الريحة بزاف، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إني قد بلغت، يا ربي لما تاخذ الحق في هاد السيدات. يعني أنتم تضررتوا بشكل أو بآخر، تضررتوا من هاد الشيء اللي وقع. بزاف، ماشي مرة جوج ثلاثة، أنا والله العظيم خويت بني من الليل، الحمد لله. أش غنقول لك؟ إلا كنجي لبني من الليل ما تنهدرش، والله ما تنهدر معاه، ما عمرني هدرت معاه، ولكن اليوم النقطة التي أفاضت الكأس، نمشي معاه فين ما بغى، نوصل معاه فين ما بغى، الحمد لله. وتنتوجه الرسالة وحيدة لسيدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، عاش الملك، الله ينصر سيدنا. أنا ما تنخاف من حتى واحد، الله، الوطن، الملك، وعاش سيدنا، والحمد لله، والسلام عليكم. أنت سيدي واحد من السكينة. السلام عليكم، الله يجزيكم بخير. هاد الناس هادو راهم ضرورينا، جيراننا، راه حتى حنا حداهم. هاد السيدة دارها 3 سنين هادي، هو مكربصنا بالزبال، حاشاكم تيمشي للبركاصة تيجيب كاع الأزبال اللي تيروح للناس ويدخلها للدار هادي، ومعيش معاهم الكلام. واش هاد السيدة هذا ساوي عقليا بعقلو ربي خير وعلا؟ هاد السيدة راه ماشي بعقلو كاع، الإنسان اللي بعقلو راه ما يديرش هاد الحالة هادي، وراه حشومة. عايش بوحدو هنا؟ الناس راهم ضرورين، عايش بوحدو هنا؟ وجريت على عائلته، جري عليها من الدار حتى هي، باش منكر هذا، اللهم منكر هذا. وتنطلبوا من السلطات الله يجازيهم بخير يشوفوا من هاد الناس هادو، راهم ضروري بزاف، راه مساكن راه عياهم يجريو، راه حتى حد ما. الله يجازيكم بخير. هاد الناس راهم ضروري بزاف، وعندهم تا واحد المهم راه مريضه حتى هي، الحاجه راه محنه بزاف، هي مريضه وزايده حتى هو مرض. الله يجازيكم بخير. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، كيف ما تابعتوا معنا، كانت هذه التصريحات يعني من الساكنة ديال حي الرميلة اللي تضروا بشكل أو بآخر من واحد يعني صاحب واحد المنزل اللي كي ربي يعني كيلاب فوق السطح. يعني هذا الشيء خلى مجموعة من الأزبال تتراكم قدام المنزل وداخل المنزل أيضا، هذا الشيء خلى أيضا يعني مجموعة من الروائح الكريهة اللي كتنبعث يعني في الحي، وتضروا من طبيعة الحال الجيران ديال هذا السيد هذا، تضروا يعني بفعل هذا الشيء سبب لهم أيضا يعني في مشاكل صحية. كيتمنوا أن من هذا التصريحات اللي وجهوها من طبيعه الحال توصل وتدق الاذان ديال المسؤولين القائمين على تسيير الشان المحلي واصحاب القرار بالمدينه، انهم يتدخلوا عاجلا باش يرفعوا الضرر عليهم من طبيعه الحال ويفكوا هذا المشكل هذا من طبيعه الحال. هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، كان معكم مراسلكم من مدينه بني ملال عثمان غزاف، ونلقاكم ان شاء الله بث اخر، والى اللقاء.